ايوه نفس التيشيرت. واه نسيت احلق دقني. واكيد المره الثالثه، ايوه هو ده الفيديو اللي انتوا كنتوا منتظرينه بقالكم كتير، فيديو ده براندن ستايل الجديد. وايه ازيكم، اهلا بيكم فيديو جديد على طلب كتير منكم على ازاي تقدر تعمل ايديت وستايل الصوره دي او الستايل الصوره دي. فانا قررت اعمل الفيديو ده واعرفك واقول لك ازاي تقدر تعمل الستايل دوت على برنامج لايت روم. بس اول حاجه لازم تكون عارف ان عشان تطلع نفس الصور بالستايل دوت فلازم تكون متصوره باسلوب وطريقه معينه جدا. ما ينفعش ان انت اي صوره تحط عليها نفس الاداه ديت، هتضطر تلعب عليها كتير وتلعب كتير. فالستايل دوت مخصوص لنوع تصوير معين عشان يطلع نفس الصوره دي. وكمان لازم تكمل الفيديو لاخره عشان في مفاجاه في الفيديو او هديه في نص الفيديو كده، فلازم تكون متاكد ان انت مكمل الفيديو لاخره عشان تعرف ايه هي الهديه دي. وتكون عارف ان البريسيت ديت تنفع كنقطة بداية بتعمل لك 90% من الشغل، بس اخر 10% لازم انت تعملهم بنفسك عن الاضاءة. كل صورة اضاءتها مختلفة عن غيرها، فلازم تظبط الاضاءة في كل صورة منفصلة عن غيرها. ولو الفيديو دوت وصل 500 لايك فانا انزل فيديو تاني عن ستايل كمان، فاتأكد انك تعمل لايك على الفيديو دوت وشير عشان يوصل ل 500 لايك بسرعة. يلا بينا نبدأ. ورجعنا مرة تانية. دلوقتي هقول لكم ازاي تقدر توصل لللوك ده من ده، يعني دوت الصوره الاصليه هي الاساسيه هنوصل لها لغايه هنا. فلازم تتابع كويس عشان تقدر انت تعرف تعمل اللوك دوت، وتتابع الفيديو للاخر لان في مفاجاه في اخر الفيديو. الصوره اوريدي، يعني اول ما انت تعمل دايما امبورت للصوره اتاكد ان انت تظبط الاضاءه بتاعتها من الخانه بتاعت البيسك لايتنج ديت اللي هي الاكسبوجر الكونتراست الهايلايت والشادو. اتاكد انت تظبطها، يعني تخلي الصوره مظبوطه، تعلي الشادو بتاعها، الكلام ده الحاجات دي. يعني الصوره اوريدي اضاءتها مظبوطه لان انا مظبطها على الفوتوشوب، مظبط الاضاءه بتاعتها والسكن تون والبشره وكل الكلام دوت على الفوتوشوب. ناقص بقى ان احنا هنعمل جزء الكولر جريدنج اللي هو التلوين. فاللي احنا هنعمله، احنا هنعمل اول ريسيت عشان نرجعها زي ما كانت من غير اي اديت خالص، وهننزل لعند خانه الاتش اس ال اللي هو الهيو ساتوريشن واللومينانس. هنيجي اول حاجه عند الهيو، مش هنقرب للريد والاورنج واليلو لان اصلا الالوان دي الوان البشره فمش عايزين نغير فيها اي حاجه. اما الجرين فما فيش منه كتير، يعني احنا جينا عند الجرين فما فيش منه غير الجزء ده، يعني لو جينا نغيره فمش هتلاحظ اي حاجه بتتغير غير جزء صغير من الاصفر والاخضر ده، فاحنا هنزوده كده. ممكن نخليه النص هنا شويه، ده يبقى كويس. الاكوا تقريبا مفيش اي حاجه خالص اقوى، فهنخليه على موجب 100 كده. كده مفيش هنا الوان خالص، فانت لو عندك في اقوى عندك في الصوره اتاكد ان انت تغير السلايدر ده، تقلله شويه او تزوده شويه. البلو فاكيد في بقى بلو كتير هنا في الصوره الخلفيه وكل حاجه، فالبلو هنقلله على النص لان لو زودناه قوي بيبقى بيحصل فيه شيفت هنا غريب، فبلاش هنقلله شويه. انت عندك ممكن تقلله اكتر شويه لو انت ما عندكش جينز ازرق، فممكن تقلله اكتر شويه. البربل بقى موجود منه اكيد، ده واضح جدا بربل في كل حته، فهنقلله شويه لغايه ما يتحول للون ازرق، يعني على حبه صغيرين كده. والماجنتا نفس الشيء، بس انا شايف ان الماجنتا لما احنا نقلله على الازرق او البربل بيبقى مش حلو، فانا عايز اخليه احمر لانه شكله بصراحه احلى كتير وهو احمر. كده احنا وصلنا من هنا لهنا. اكيد هتقولي الحته ديت مش حلوه، لسه هندخل لها كمان شويه. نيجي بقى عند الساتوريشن. في الساتوريشن عندنا ايه الوان ممكن نشبعها اكتر. اول حاجه احنا مش عايزين نقرب للون الاحمر لان اللون الاحمر فيه لون اجزاء من البشره، فلا. اللون الاورنج برضو لا لان بشره لونها ذهبي، احنا مش عايزين ده. ولا اليالو. الاخضر ممكن شويه، يعني حبه صغيرين. الاكوا كده كده مفيش اكوا فهنزوده حبه ماشي. البلو في بلو كتير فاحنا ممكن نعليه حبه برضو. البربل نفس الشيء ممكن نعليه حبه صغيرين. فكده احنا وصلنا من هنا لهنا. ده ممكن ما يكونش شكله حلو قوي، ممكن نعلي شويه برضو الماجنتا كده اهوت عشان اللون الاحمر اللي احنا حولناه في الاول كده شكلها حلو. هنيجي بقى عند التغير الكبير بقى اللي هيحصل. احنا عندنا هنا الاحمر والاورنج او الريد والاورنج واليلو دولت الوان البشره عامه، فاحنا عايزين نفتح البشره شويه فهنزود مثلا ده حبه، يعني بصوا بيفتح جامد فاحنا هنزوده حبه ل 20 مثلا، مش هنزود عن كده. الاورنج لون البشره عامه فهنزوده ل 25 يعني يبقى فاتح شويه. اليلو ده لون في الخلفيه فعايزين نفتحه عشان البوكا تبقى شكلها حلو. الجرين ممكن نسيبه زي ما هو، الاكوا زي ما هو بس هزوده انا شويه بس عشان تبقى انت تنسخها زي ما هي اللوك دوت. البلو هنزوده حبه لان البلو دوت حبه حلوين، يعني لان البلو اللون الاساسي عندنا في الصوره هو والبربل ده. وهنزود برضو شويه الماجنتا. كده وصلنا من هنا لغايه هنا،
بمجرد ان احنا عملنا خانة واحدة بس اللي هي الاتش سيل. فتأكد ان انت تبقى عاملها كويس، مش نفس الارقام، الارقام دي ممكن تختلف، ولكن تأكد انك تلعب شوية في الالوان دي وتعملها توازن كويس لغاية ما تطلعك بالشكل ده. لسه في كمان تريكاية هنعملها، فهنيجي عند الهايلايت وهنزود الورم دوت. عندك هنا بالستات جاهزة، ده تدينا كستارتنج بوينت كويسة، يعني نقطة تبدأ بيها كويسة من حيث الهيو. هنيجي مثلا هنا ونعملها كده، رقم الهيو كويس بس الساتوريشن بتاعها عالي. هننقص مثلا الهيو دي على 5، احنا ما بحبش ان انا اخلي الهايلايت دافية قوي الا لو انا هخليها باردة فبزودها شوية. نيجي بعد الشادو، بحب اخليها باردة او بالستايل براندن فبيحب يخليها برضو باردة. فهنيجي عند هنا هيدينا الهيو المظبوط، وهنا الساتوريشن كان عاجبني بصراحة، يعني ممكن نعليه مثلا ل 15 شوية وكده. مثلا لو طفينا دي وشغلناها تلاحظ ان في تغير كبير جدا في الالوان في الهايلايت والشادو. نيجي بقى عند اخر حتة، وديت هي اللي هتعمل لك اكبر تغيير اللي مطال ما حدش فاهمها، اللي هي الكاميرا كالبريشن. اللي احنا هنعمله هنا ان احنا هنيجي عند اللون البلو برايمري، الجزء ده هنقلله شوية. يعني بص، كل ما نقلله اكتر كل ما يديك اللوك اكتر، ممكن يبقى عندك زيادة اكتر يبقى شكله احلى، اقل اكتر يبقى شكله حلو. انا مش بحب اعدي التلاتينات، يعني افضل في نص التلاتينات. اما بالنسبه للساتوريشن فده التشبع بتاع اللون الازرق، كده التشبع لو زودناه هيبقى زياده قوي فهيكسر الالوان، فانا بحب ان انا اسحب منه عشان يبقى لون ابيض مزرق، يبقى شفته شكله عامل ازاي. هنقلله شويه مثلا سالب 30، كده وصلنا من هنا لغايه هنا، ده منظر كبير جدا مجرد بس ما عملنا دي. يعني بص التغيير قد ايه من مجرد ما غيرنا سلايدرين بس. كده لو احنا عملنا بيفور وافتر اكيد شايفين المنظر الاختلاف قد ايه، وكده نكون عملنا ستايل براندن اللي هو لوك براندن في الملاهي وكده يعني. وكهدية مني بنسبة اقتراب القناة ل 10,000 مشترك، فانا هسيب لكم رابط في صندوق الوصف للبريست ديت تقدر تحملها، وديت البريست تقدر تشتغل على الكمبيوتر مش الموبايل، لكن تقدر تعمل نفس الاعدادات ديت على الموبايل وتقدر تحطها عندك على الموبايل عادي. ولو عجبك الفيديو ما تنساش انك تعمل لايك وشير على الفيديو، تشترك في القناة وتفعل زرار الجرس عشان يجيلك اشعار كل مرة انزل فيها فيديو جديد. بس كده، هو ده كان الفيديو النهارده، اتمنى يكون عجبك، واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.